اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي وابرز الاخبار المهمه والكلام كان على ايه. نبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على ان مدرب الاهلي الجديد استبعاد المدرسه الالمانيه والاعلان الاسبوع الجاري ده على عهده الوطن سبورت. بس بالمناسبه يا جماعه ما في يعني استبعاد المدرسه الالمانيه ده مش شرط يعني ممكن تبقى موجوده في الحسابات تمام، بس لكن خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. ممكن يبقى حد من المدرسه الالمانيه مدرسه ثانيه كلام من ده اللي هيعلنه النادي الاهلي باذن الله لاحقا. يعني نروح لخبر اخر من اليوم السابع حسام على تويتر. جلسات مكثفه لتخطيط الاهلي لحسم ملف المدرب ودراسه عروض الراحلين. وهنا كلام مهم جدا، وقلنا لحضراتكم وحكينا لحضراتكم الكواليس في بدايه الحلقه والاجتماعات اللي بتحصل في النادي الاهلي. وكان في اجتماع ابتدى الساعه 2 انتهى الساعه 5 الا ربع، وقلنا لحضراتكم مين اللي حضر. طبعا الكابتن محمود الخطيب، بالمناسبه برضو امير توفيق كان حضر في بعض الفترات في الاجتماع ده اللي هو مدير التعاقدات، وايضا كان موجود الكابتن حسام غالي والكابتن زكريا ناصف والكابتن محسن صالح والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. فاجتماع قعد حوالي 3 ساعات الربع. الكلام بيبقى على ايه؟ يعني حسم مصير المدير الفني، الكلام على كمان في بعض العروض اللي بتوصل لاعبي النادي الاهلي، في حاجات بتترفض وحاجات بيتم دراستها ومن ثم الموافقه عليها لو وصلوا لصيغه اتفاق مع الانديه الراغبه في استعاره مثلا بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي. الحديث كمان على الصفقات المرتقب جدا جدا اعلان الاهلي عنها قريبا. فكل الامور دي وكل الملفات دي على طاوله المسؤولين داخل النادي الاهلي لانه اجتماعهم منذ نص ساعه قبل دلوقتي بالتحديد. فان شاء الله الاهم بس التوفيق يكون حليفهم في اتخاذ القرار الانسب. يعني نروح لحساب مبتدا وحسابه على تويتر بيتكلموا على ان كيف يستعد الاهلي للموسم الجديد. وهنا بيتكلموا عن الاهلي استقر على ان يكون في معسكر مزدوج. ازاي؟ اللي هو يكون في تجمع اول لخوض معسكر في مثلا برج العرب، وبعد كده اتحرك الفريق لخوض معسكر اوروبي في هولندا الاقرب لحد اللحظات دي. وبيخطط الاهلي كمان لوضع برنامج تاهيلي مناسب وذلك للوصول باللاعبين الى افضل فورمه فنيه وبدنيه قبل اي منافسات في الموسم الجديد. فبرضه ده من الملفات اللي كانت على طاوله المسؤولين النهارده داخل النادي الاهلي، المسؤولين على الكره بالتحديد. هل تم الاستقرار بشكل نهائي على الموقف؟ الامور ماشيه ازاي؟ بموضوع المعسكر برضو مفيش اي اعلان رسمي من النادي الاهلي، لكن طبعا بنسبه كبيره هيكون في معسكر خارجي يعني من غير ما نخوض في التفاصيل في انتظار الاعلان عنها رسميا. نروح لخبر اخر وده من خلال اليوم السابع واللي بيتكلموا عن او ده عفوا من خلال في الجول وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا على الاعلان عن مكان معسكر الاهلي استعدادا للموسم الجديد. هم قالوا ان المعسكر هيكون في هولندا وده اللي هيستعد من خلاله الاهلي لموسم مهم جدا. بالمناسبه لو فعلا الكلام ده حقيقي برضه هننتظر الاعلان الرسمي، لكن في نفس الوقت اكيد هيبقى في ماتشين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار الاستعداد من خلال هذا المعسكر. طيب نروح لخبر اخر من اليوم السابع. الاهلي يبحث ترتيبات عوده الاجانب لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. احنا عندنا واحد من ابرز الاجانب دول او اثنين بارزين جدا وهم علي معلول وديانج، الاثنين مكملين مع النادي الاهلي ومفيش اي مشكله خالص، ومعهم كمان بيرسي تاو لحد وانا بتكلم معاكم هو مكمل مع النادي الاهلي بنسبه تتعدى 90% يمكن اكتر من 95% كمان مش 90 بس. فبالتالي بيرسي تاو موجود بالمناسبه في مصر، لكن علي معلول في اجازه هو وديانج. حتى شفنا صور لديانج من مالي هناك وبعض الدورات اللي بتتعلق بكرة القدم والشباب هناك أو لاعبي كرة القدم، ويعني بيشاركهم بشكل مميز وهو نجم كبير جدا. ديانج بيلعب في أكبر نادي في أفريقيا، لاعب دولي في منتخب مالي، فإن شاء الله بإذن الله هيرجعوا قريب وبعدين ينتظموا في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بإذن الله تعالى. طيب ده بخصوص خبر اليوم السابع. نروح لخبر آخر ايضا من اليوم السابع. حرس الحدود بيعيد المفاوضات لضم ظهير ايسر النادي الاهلي محمد اشرف. ويمكن محمد اشرف تالق بشكل كبير جدا في المباريات اللي خاضها مع الفريق خلال المرحله اللي فاتت، يمكن اخر ماتش او اثنين ما كانش موفق قوي يعني ما كانش زي ما ظهر في الاول، لكن ده طبيعي عادي ما فيش مشكله. لكن في نفس الوقت هو لعيب مميز
في عروض لمحمد اشرف؟ اه طبعا في عروض لمحمد اشرف، ممكن يكون من حرس الحدود اللي بالمناسبه بيقوده فنيا الكابتن احمد ايوب مدرب العام السابق او الاسبق للنادي الاهلي. هل هيطلع محمد اشرف؟ لسه الموضوع مش محسوم، يعني ممكن تلاقي في الاخر محمد اشرف مكمل مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. فكل الحاجات دي بيتم دراستها، والدنيا يا جماعه مش سهله، محتاجه دراسه وفيه ووقت قبل اتخاذ القرارات الانسب اللي بتخص كل الملفات داخل النادي الاهلي. طيب نروح للحساب الرسمي لسبورت 360 على تويتر، واللي اتكلم على اكبر نتائج النادي الاهلي عبر تاريخه بجميع البطولات. كاس مصر لعبنا مع الجونه 13-0، فرقه تطلع بره من السودان 9-0، نجا حماد 6، الاتحاد 6، اسماعيلي 6، فيلا الاوغندي 6، الترسانه 6، كل دي 6-0، الزمالك 6-1 طبعا، جندار ميري 6-1، وطهطه في كاس مصر 6-1. ماشي، احصائيه يعني خارج نطاق الاحداث حاليا، بس في نفس الوقت احصائيه اكيد مهمه. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.